السلام عليكم، نتمنى تكونوا لاباس عليكم. اليوم نديرو فوكاشيا، خبز ايطالي من السم بالاعشاب. عندنا 600 غرام ديال الطحين، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الزيت البلديه، معلقه صغيره ديال السكر، 21 غرام ديال الخميره الفوريه. هنا عندنا لي طوماط سوغيس 250 غرام، وعندي الزعتر ندير تقريبا معلقه كبيره، وعندي القزبر مجفف، هنا الملحه الخشنه نزين بها. دابا نديرو الماء دافي 4 الكيسان تقريبا، نديرو السكر، يا السكر يا السكر، نديرو هاد الخبز. هدا ما يحتاج لا دليك لا عجين. هيجي زوين، اجربو ما تدموش. خلي بقى تفاعل شوية، نخلطو ونخليه شي 5 دقائق، ونخليه 5 دقائق على ما الخميرة تتفاعل مع السكر والماء، ونرجعو ليها. دابا نزيدو الطحين اللي عندنا، نسيت الزيت، نديرو الزيت. والملحة نزيدو الطحين، شوفوا العجينة في الاخر. هيا الفوكاشية بعد ما خلطها، العجينة تكون مرخوفة بحال هكا. دخلت فيها 6 ديال الكؤوس ديال الماء، استسمح، ونزيدو من الفوق شوية ديال الزيت البلدية. ونخليوها تخمر شي 8 ديال الساعات. درناها في العشيه، نقدو ندخلوها للثلاجه ونخليوها حتى الغد ليه كامل، خاف منها. نضرقوها ببلاستيك غذائي ونطلقوا من بعد. هنايا بعد ما خليناها خمرات، انا خليتها خمرات تقريبا شي 3 4 ديال السوايع،
حطيتها في الفران كان شويه سخن، حطيتها باش تعدها باش نعاودو نخليوها ترتاح واحد 30 دقيقه قبل ما ندخلوها الفران. نوريكم النتيجه، يا فوالا خميره. هاد العجينه هادي ممكن يديرها الواحد حتى بيتزا اللي بغا، حتى هي عجينه راه حتى هي العجينه ديال البيتزا بحال، ممكن واحد يديرها عجينه البيتزا اللي بغاها. هنا كما تشوفوا خاصنا نعاودو نديروها في الطبق. هذا الطبق، هذا الفوم ديال الفران دهنته بشويه زيت البلديه، ونعاود نكب العجين. يعني بلا ما نعاودو نخلطوها ونخليوها تاخد الحجم ديالها فهاد اللاطة هادي. نعاودو نخليوها ترتاح واحد 30 مينوت، ومن بعد نزوقوها وندخلوها للفران. وهذا هو الشكل ديالها بعد ما خمرات شي 30 دقيقة. شتي هي خدات الفورمة ديالها في هاد الفورم ديال الفران. ومن بعد عندنا مطيشة صغيرة، زيتون كحل، الملحة الخشنة، عندنا روزماري. الروزماري هنايا وهنا خلطت الزعتر مع القزبر يابس وشوية الماء، وانبلو يدينا بالزيت الزيتون. وهاد الطريقة هادي ضروري هي اللي اوك نديرو هكا. هادي معروفة في ليطالي الخبزة هادي. صافي ونزينوها، نحاولو نزينوها بطماطم صغيرة. هتجي زوينة كيما قلت. هاد العجينة ممكن الواحد يديرها حتى في البيتزا. زيتون عندي جوج اشكال ديال الزيتون. هتجي زوينة، تكنيت دابا في رمضان. نص ماء بالزعتر بالروزماري، اي اعشاب عندكم الواحد يديرها ماشي ضروري الواحد. ناخذ زعتر شويه، معلقه بحكاك، وروزماري معلقه صغيره بركه. نشد هاد الملحة هادي خشينة فيها تشوية الماء. هاد الماء هدا يعطي واحد الطبقة زوينة في الفران. ونزيد شوية زيت البلدية، زيت الزيتون، أنا عندي ديال المغرب، معلقة كبيرة. أو
ندخلوها الفران 15 دقيقة على 150 180 درجة على حسب واحد الفران ديالو. وهذا الشكل ديالها هادشي بعد ما طابت. انا ما درتش السكر بزاف عليها، ما خداتش واحد اللون يكون شوية ذهبي. وهذا هو الشكل ديالها، شتيها شي زوينة. صحة وراحة، ما بقى لي الا ندردر عليها بزاف ديال الحب. وبسلام عليكم، وصحة صحة فطوركم.